موناليزا الأهوار العراقية حقيقة أم أسطورة؟ مر ما يقارب 80 عاماً على انتشار صورة شابة حسناء فريدة من نوعها في بيوت المدن وأكواخ الأرياف العراقية وفي البقالات والمقاهي، وكان سائقو المركبات حتى وقت قريب يعلقونها في مركباتهم كما لو كانت تعويذة لجلب الحظ أو لإبعاد العين الشريرة. اكتسبت صاحبة هذه الصورة أو اللوحة في الحقيقة المرسومة بريشة رسام غربي ماهر 3 أسماء حملت تلك اللوحة أو الشخصية، فهي بنت المعيدي في العربية أو سامانجي قيزي بالتركمانية وكيتشي كافروش في اللغة الكردية، وتجمع التسميات الثلاث أو الألقاب على أنها فتاة من طبقة فقيرة، إما ابنة مربي جاموس في جنوب العراق، وأما هي ابنة تبان كردي أو ابنة بائع قش تركماني من ضاحية من ضواحي كركوك. وتناولت الأوساط العراقية هو أن هذه الفتاة الجميلة كانت موضع إعجاب ضابط بريطاني من الذين شاركوا في احتلال العراق أبان الحرب العالمية الأولى، وقرر الضابط بالتقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوا فاضطر إلى اختطافها والطيران بها إلى لندن. البعض يقول أن أهلها أخفوها عن الأنظار، والبعض يقول أنها قفزت من الطائرة هربا، والبعض يقول أنها عاشت منعمة في لندن وتحولت إلى سيدة من سيدات البلاد. ورأفة بها وبأهلها كما تقول الحكاية، طلب زوجها من رسام بريطاني كبير أن يتخذها نموذجا ويرسم لها صورة، ثم قام بإرسال الصورة إلى أهلها في العراق. حتى الآن ومع انتشار صورة هذه الحسناء التي عشقها العراقيون بمختلف طبقاتهم منذ 30ثنيات القرن الماضي، لم يتوصل أحدا إلى معرفة حقيقة هذه الحسناء ولا معرفة الرسام أو الضابط البريطاني الخاطف، بل وحتى سر الاعتزاز بتملك هذه اللوحة وإطلاق اسم موناليزا العراق عليها، وقول بعضهم أن جمالها يتفوق على جمال موناليزا الإيطالية الذي أبدعها ليوناردو دافنشي.